محمد الله معاك السلام عليكم مشاهدين، نتمنى تكونوا مزيانين، صحتكم لاباس، اموركم هانيه. جيتكم فيديو جديد، وهاد المره غادي نخرج شويه على المواضيع اللي عندي في القناه ديالي، ولكن الموضوع غادي نهضر فيه بصفه عامه. هو كان سبب، هاد السيده كانت سبب، ولكن انا ديجا هاد الموضوع كنت باغا نهضر فيه. غادي نقول مبروك على اسماء بيوتي اللي رجعت هي وعجوجتها، على سلامتهم. حاجه اللي بديهيه وكانت باينه، يعني شحال ما طال داك الخصام كانوا غادي يوليو، يعني شحال ما طال. علاش؟ حقاش هي راه دايا ولدهم، راه ولدهم كبدتهم طرف منهم، راه ما غادي يفوتهم هو، ما غادي يفوتهم هو، ما غادي يفوتهم هما. يعني راه كما كان هي خاصها تفكر انه كما غادي دير الوالده ديالها والعائلتها، تفكر حتى لعائله الراجل ديالها. راه الزواج شي حاجه اللي مقدسه، زي ما كنقولها لكم، الزواج شي حاجه اللي كبيره عند سيد ربي. زوج راهم بغاو بعضياتهم وتزوجوا، هو غادي يبغي، هو راه باين بلي راه الواجب ديالو راه دايره، هو غادي يبغي الوالده ديالها والعائله ديالها بقد اللي غادي يبغي العائله ديالو وعائلته غادي يكونوا مزيانين. هي كذلك غادي تبغي عائلته بالقد اللي غادي تبغي عائلتها يكونوا مزيانين. راه زوج عائلات تشاركوا الدم، تشاركوا الملح، راه بيناتهم ولاد تبارك الله، ثلاثه تاع البنات. شي حاجه اللي بديهيه، يعني الخصام كان غادي يقعد عام، عامين، ثلاث سنين، اربع سنين، كنظن العام الخصام ما دارش، ما دامش فيه واحد العام وشي حاجه على ما اظن. يعني شحال ما كان طال هذاك الخصام كانوا غادي يولي ويوليو. راه الدم عمره ما يولي ما، بهذا المعنى الدم عمره ما يولي ما. هي راه دايا ولدهم، كانت خاصها انها بالاول، احنا ما عارفينش واش تا كاين، احنا سمعنا بجوج طرفين ياك، ولكن حنا ما تحطيناش باش اننا نحكمو، باش اننا نحكمو. هي انا نقول لكم انا وجهه النظر ديالي، هي كامرة كان خاصها انها دير عجوجتها في واحد المقام، واخا تقولها وتقولها ديرها في مقامها، بحال 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 تناقشت هي وما واحد النقاش بسيط، تمشي كما يقولوا ترجع المجاري المياه لمجاريها، وموقع والو، الصلاه على النبي. عجوجتها كذلك، يعني هي كبروا واحد المشكل البسيط، ولكن ما رد لهم لا في هادي لا في هادي، غادي رد لهم في السوشيال ميديا. حنا ولينا في واحد العصر اللي عايشين غير بالفضيحه، بهذا المعنى عايشين غير بالفضيحه، نستناو هادوك وهذاك والاخر يدابزو باش حنا نحلو فمنا ونديرو عليهم با. غادي نتلاقاو قليغه اللي غادي يهضر على الصلح. علاش؟ لحقاش ما باغينهمش يتصالحوا، بهذا المعنى. وهاد النقاش اللي وقع بيناتهم اللي لاحظت بين بزاف اليوتيوبرز على حقيقتهم، ما نكذبوش، بينهم بزاف تاع اليوتيوبرز على حقيقتهم. تلاقينا اللي جا مع الطرف نتاع الوالدين، وكان الطرف اللي جا مع اسماء، ولكن كلهم كانوا مجرد كما نقولوا، كانوا كل واحد باغي مصلحته بشي حاجه، بهذا المعنى كل واحد كان باغي مصلحته. اما نتلاقاو في مجتمعنا اللي يدخل بالخيط ابيض، راه قليل قليل والله العلي العظيم الا قليل. عند تجربتي تلاقيت غير الناس اللي يدخلوا بالخيط الكحل. خيط الكحل راه يخيطوا به، واش غادي نقول لكم، راهم يديروا به العجب. الخيط الابيض خليني نتلاقاو يدخل بالخيط الابيض ويصالح ما بين الزوج. سعيده شرف المفننه ديالنا اللي على راسنا وعيننا، كانت هي السبب انه صالحت ما بين هاد المشكل، يعني جمعت الشمل، ردت كما شفنا احمد بكى دموع الفرحه، راه زعما اثر فينا بدوك الدموع تاع الفرحه نتاع والديه. يعني خصام واحد الدار واحد المده، البنيه الصغيره التاليه زادت وما شافتش الجد والجده ديالها، يعني حتى دارت 40 يوم عاد شافوا. الله اعلم على ما بالنا حنا في السوشيال ميديا، كما قلت لكم يقدر يكون حمد داها شافت الوالدين ديالو، الله اعلم، ولكن الجد ديالها هو اللي حصل لها الشعر تاع 40 يوم، زعما شي حاجه مؤثره. نتمنوا هذا الصلح يكون دايم،
ونتمنوا المشاكل ما يكونوش. اسماء كان خاصها وراه خاصها، ماشي كان خاصها، وقع صافي وقع الصلح. درك وقع الذي وقع وحصل الذي حصل، درك وقع الصلح. خاصها دابا عجوز تديرها في واحد المقام اللي كيما غادي تعطي الوالدين ديالها، تعطي حتى لعجوزتها وشيخها، ديرها في مقام والديها كيما حمد راجلها. تدي الخير، دي المثل بحمد راجلها، واخا دير فيك اللي دير، حمدها هو يتعامل مع امها كيما غادي يتعامل مع والديه. دي المثال به، تعامل مع جوجتها كيما متعامله مع امها، وان شاء الله يدوم كيما يقولوا هاد الشمل يبقى لهم مجموع. رانيا عجوزت لوستها ما بانتناش في ستوريات، ولكن كنظن بلي حتى هي الصلح غادي يوقع بيناتهم، طالما انها اتصالحت مع جوجتها وشيخها، الصلح غادي يوقع حتى مع لوستها. ورانيا على ما كتظهر لنا في الفيديوهات ديالها وفي لاشين ديالها، كتبان انسان الله يعمرها سلعه. هما كاملين، لا الأسماء لا أحمد لا رانيا لا عجوزتها، لا كاملين كيبانوا الله يعمرهم سلعة في يعني بالسوشيال ميديا، بحكم السوشيال ميديا. وكانت من هاد الصلح كما يقولوا يبقى دايم عليهم، وكنستناو أسماء غادي تخرج لنا ضروري بشي فيديو اللي غادي تعطينا التصريحات وداكشي، وكذلك شيخة وعجوزتها غادي يخرجوا بالتصريحات. هاد الشي اللي أنا كنتمنى ليهم. الحمد لله على سلامتهم واضطروا فينا، ولا يدومها بيناتهم محبة وصلح، والله يخليهم ديما مجموعين. طولت عليكم، غادي نقول لكم شكرا. وهذا الفيديو غادي يكون صريح، غادي يتحط قبل كاع الفيديوهات اللي قعدت مطاور عندي، جوج لهم مونتين غادي يتحط قبلهم. بغيت نقول لكم شكرا، شكرا بزاف، والى اللقاء.
جاري.